انا رايي ديال البنات اللي تيمشيو للسعوديه انا ما بغيتهمش يبقاو يمشيو للسعوديه لقاتهم غير ما مشاش بنا للعمره ولا الحج مشى ديك البلاصه مشوه امارات ولا البحرين ولا دبي ولا كذا راه بنا المعروف تيمشي دوك البنات على حساب تيكون عندهم خوتهم هنايا بلا ما تجي ناقصه. البنات كيعانيو معاناه كثيره بحكم انهم تيمشيو على اساس انهم غاديين بيخدموا في شركات يعني مثلا سكرتيره مثلا شي حاجه ملي كيمشيو تما كيتصدموا بواحد الواقع اللي هو خايب تيستغلوهم في مجال الدعاره الفساد بزاف د الحوايج بحكم انهم الا ما دارش داكشي كتعذب وكيتقصى عليها ولا دارتو بحكم يعني دارتو ما دارتوش غتعذب غتعذب كي دارتو غتعذب كي ما دارتوش غتعذب. صراحه الانسان فاش كيمشي كيواجه شي حاجه ما عارفهاش اصلا من قبل ما يمشي ما كنظنش ان هذا اشكال يعني فاش كيمشي لوحده كيلقى شي حاجه ما متوقعهاش ما الاشكال ماشي منه الاشكال من الوطن المستقبل. فوالا اش اللي كاين. النصيحة كان اللي نبغي نقدم هي الواحد قبل ما يمشي حتى رجلو في بلاد أخرى يعرف راسو فين غادي تأنستالا وفين غادي مع من غيخدم والناس واش ناس يعني باغيين الخدمة ولا باغيين حاجة أخرى. واو واحد بالهم وقيلا كيمشيو يقلبوا على رزقهم ولا كيمشيو يقلبوا كيمشيو زعما باش يقلبوا على رزقهم داك شي حاجة خايبة شي حاجة داك الشيء اللي على بالي وبالك وما كيحصلوا كيتمحنوا هذيك الساعات كيبداو الاستغاثه ما يمشيوش يجلسوا في حالاتهم اللهم في بلادهم ولا يمشيو يتكفصوا في بلاد اخر. ما كل واحد راه كيمشي يقلب على رزقه راه ماشي واحد لقى خدمه كل لقى خدمه هنا راه ما غاديش يمشي على برا يقلب عليها نورمالمون خاص قبل ما يمشي الواحد يفيغيفي فين غادي خصو يشوف الوراق يشوف ماشي غير اي واحد غادي يجي يقول لك فوالا اجي راه عندي لك خدمه غادي تمشي تعطيه فلوس ولا غادي تسيني عليها وغادي تمشي خصك تعرف اكزاكتومون فين كاين تسول تمشي للقنصليه تمشي للسفاره وغيرها وتسول عليها.